السلام عليكم ورحمة الله، معكم مريم شفيق ورح أشرح بهذا الفيديو نشاط النقل بالملقط، وهو أحد أنشطة النقل الجاف في منهج مونتسوري. العمر المناسب لهذا النشاط من 3 سنوات فما فوق. الأدوات المطلوبة مثل ما إحنا شايفين، أنا جبت 3 صحون من الزجاج. هاي المرة استخدمت الزجاج، بنقدر نستخدم الخشب، بنحاول قدر الإمكان نبعد عن البلاستيك المصنع. هلأ أنا بمنهج مونتسوري بدي أستخدم أدوات مصنعة من مواد حقيقية، والملقط كمان نفس الإشي هون من معادن أو مصنع من معدن. والأفضل كمان إنه يكون هذا النشاط موجود على صينية خشب سادة لونها موحد، ما يكون فيها نقوشات، ما يكون فيها أشكال وألوان، لحتى الطفل لما يوقع إشي على الصينية أو على قطعة القماش اللي أنت حطيتها تحت النشاط يلاحظها بكل سهولة ويقدر يرجعها لمكانها. بنخلي الطفل على يميننا إذا كان بيكتب وبياكل بإيده اليمين، طبعا يفضل إنه دائما ياكل بإيده اليمين حتى لو كان هو بيستخدم إيده اليسار. وإذا كان بيستخدم إيده اليسار بشكل عام وخاصة في الكتابة فأنا بخليه يجلس أو على يساري، تمام؟ هلأ إذا طفلي بيستخدم إيده اليمين وأنا بستخدم إيدي اليمين فرح أبدأ النشاط، وأنا عم بورجيه النشاط رح أقلل كلامي قدر الإمكان، مش رح أحكي كتير مع الطفل، رح أخليه يشوف شو اللي أنا بعمله، تمام؟ فرح أقعد الطفل على يمينه وأحكي له ماما شوف أنا كيف بعمل النشاط، وبعدين بس أخلص أنت رح تعمله مثل ما أنا عملته. أنا هون استخدمت نوعين من الحبوب لحتى أعطي هدف تاني للنشاط غير النقل، إنه الفرز، عملية الفرز. أنا رح أفرز الحبوب حسب شو نوعها، حسب حجمها، حسب لونها. فأنا هون عملت هدفين للنشاط، النقل والفرز. هدف هذا النشاط هو زيادة تركيز الطفل وزيادة التحكم في حركة الأصابع وعضلات إيده والتناسق الحركي والبصري بين العين واليد، تمام؟ هلأ بس أنهي أنا نقل كل الحبوب للصحنين هدول، رح أرجع الحبوب لمكانها وكيف ما كانت بالأصل، لأنه بمنهج مونتسوري المفروض إنه لما بنعمل النشاط بنرجعه للأصل اللي كان عليه. فإحنا كأمهات، يعني كأم بتعمل هذا النشاط أمام الطفل، بس تخلص بترجع الحبوب وبعدين بتشيل الصحون على جنب، تتأكد، هيك طريقة تشيل الصحون، تتأكد إنه ما في إشي واقع أبدا، ترجع الصحون مكانها والملقط مكانه، وبتطلب من الطفل يعيد النشاط مثل ما هي عملته بالضبط. ملاحظة صغيرة، إنه الحبوب اللي لازم تكون بالصحن تكون عددها قليل، ما تكون كتير مطفحة الصحن، لأنه الطفل إذا يمكن يمل وهو عم بيعمل النشاط، وإذا مل وهو عم بيعمل النشاط رح يحس بإحباط إن النشاط يعني صغير، طب أنا ليش ما قدرت أخلصه للآخر؟ فإحنا ما بدنا الطفل يعني يشعر بهذا الشعور، فبعطيه كمية مناسبة، مش كتير كتير ولا قليلة، كمية مناسبة إنه الطفل يقدر يخلصها قبل ما يمل. بالإضافة إلى إنك كأم لازم تكوني موجودة بجانب طفلك وهو عم بعمل هذا النشاط، وتشرفي عليه وتنتبهي على أدائه لهذا النشاط.